امال العربيه فين يا ماما؟ انا مش بلاش وانا طالع. بعد الاكل نتكلم في الموضوع ده عشان ما نسدش نفس بعض. ليه عطلت خالص؟ ما بقتش تمشي؟ يا ريت. عملت حادثه؟ عملت ايه يا ابني؟ هي دي عربيه فيها حته من حادثه؟ حتى استغفر الله العظيم يا رب. طب قولي لنا يا ماما حصل لها ايه؟ اتسرقت. افرحوا. اتسرقت من قدام المدرسة؟ لا، من قدامي أنا شخصيا. أنا صعبان عليا الحرام الغبي اللي يسرق عربية مهكعة زي دي. أهي المهكعة دي كانت شايلانة، يا ريتها كدامت. ما حد يرد على التليفون. يمكن يكون الحرامي؟ استهبل. ألو؟ أيوة ده منزل أستاذة غادة، نقول لها مين حضرتك؟ طيب لحظة واحدة. ماما ماما الرائد شريف من اسم الزقازيق. ألو؟ أيوة حضرة الظابط، الله يخليك طمني. اطمني يا أستاذة، إحنا لقينا العربية. لا لا للأسف ما قبضناش على الحرامي. أصل اللي حصل بقى يا ستي إن العربية عطلت منه ولما لقاها مش بتدور معاه خالص سابها وهرب. لا لا إحنا أطرناه وجبناه هنا جنب الاسم. آه طبعًا حضرتك تقدري تيجي تستلميها في أي وقت، بس يا ريت بقى تجيبي معاكي ميكانيكي لأنها مش بتدور خالص. حاضر، أنا هكون في انتظار حضرتك. حاضر، تحت أمرك يا أستاذة. شكرًا، مع السلامة. الله يسلم حضرتك. شاكرين أفضالك، شاكرين أفضالك والله. شكرًا شكرًا، مع السلامة. عربيتي المهكعة ركعت.